هذا الحفل كان تكريما للرياضيين اللي حققوا معنا الإنجازات عن طريق الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، وهو شكر منا وعرفان لإلهم على الإنجازات اللي عملوها وعلى التعب اللي تعبوه حتى وصلوا وأنجزوا. طبعا الإنجاز اللي تحقق عن طريق فضية الألعاب الأولمبية وذهبيتين الألعاب البارالمبية والبرونزية للألعاب البارالمبية، هذا طبعا بيأثر كتير على تطور الرياضة في الأردن، ويعطي حافز للاعبين وللمجتمع الأردني بأنه يطوروا أولادهم، والاتحادات تشتغل على حالها كمان حتى تزيد أعداد اللاعبين اللي ممكن يتأهلوا في المستقبل. هاي الإنجازات ممكن من خلالها نبني قاعدة كبيرة من اللاعبين، لأنه هدول اللاعبين صفوا رول موديل لكتير من الأطفال الصغار اللي عم بيستنوا يوصلوا زيهم ويصيروا أبطال معهم. وطبعا إحنا بدنا نشكر كمان اللاعبين اللي قدروا يتأهلوا للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية اللي ما حققوا إنجازات، بس تعبهم اللي تعبوه حتى يوصلوا للألعاب الأولمبية مش سهلة.